مهم قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لانه كان في، لو حضراتكم تفتكروا ايام كوب 27، كان في معلومات بتشير الى ان مصر وقعت اتفاقيه مع شركه انفينيتي، طبعا شركه اماراتيه، خلال قمه المناخ كوب 27 عشان نبدا انتاج مشروع ضخم هينتهي ان شاء الله المفروض في 2024، وهو انشاء واحده من اكبر مزارع الرياح في العالم. وده وافق طبعا الاتفاقيه اللي تم توقيعها مع الامارات، ومفروض انه العمل في المشروع يبدا في 2024 والانتهاء منه 2030 بتكلفه 11 مليار دولار وقدره انتاجيه بتصل الى 10 جيجا وات، بما يعادل خمس ما تملكه المملكه المتحده حاليا من جميع اشكال الطاقه المتجدده. وده وفق يعني، وهذا هيزيد من فرص مصر في تصدير الكهرباء لاوروبا والسعوديه والسودان وليبيا. والاهم من ده انه هيخفض تقريبا، قريت يعني 28 مليون كيلومتر من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون متر مكعب. طيب معنا عبر الهاتف الدكتور سامح نعمان، استاذ الهندسه وخبير الطاقه المتجدده. اهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بك. احنا عايزين نعرف بحضرتك يعني المشروع ده، لو حضرتك طبعا عندك معلومات لو تحطنا في مزيد من تفاصيله، واحنا ايه موقعنا بالنسبه لطاقه الرياح دلوقتي عامه، يعني ايه اللي بنستطيع ان احنا ننتجه من طاقه الرياح؟ عارفين طول عمرنا انه عندنا مزارع رياح في السويس وجبل الزيت مع بعض المحطات الجديده، لكن عايزين حضرتك تقول لنا احنا وصلنا فين بشكل عام. حضرتك احنا عندنا المحطات بتاعت انتاج طاقة الرياح موجودة في خليج الزيت وفي راس غارب، هي دي اللي بتنتج نتيجة سرعة الرياح المتوفرة ليها موجودة هناك. احنا موقعنا على الشرق الاوسط الاول في انتاج طاقة الرياح، والمشروع بتاع الامارات ده وليد كوب 27، لان ظهور مصر في وجود الطاقة المتجددة اللي هي ما كانتش مجهزة نفسها علشان المؤتمر، هي كانت حاجة موجودة وجاهزة أصلا في قلب مصر، أظهرت قوة الطاقة المتجددة والخبرات اللي موجودة في مصر في المؤتمر بتاع المناخ 27. وبناء عليه ظهور إنتاجية الهيدروجين وتوافد الدول العالم لتنفيذ مذكرة التفاهم اللي تمت من سنتين، من مذكرة تفاهم إلى مذكرة تنفيذية، خلت الدول اللي تستوعب أن الطاقة المتجددة لها أهمية أنها تبتدي تنشئ محطات طاقة متجددة عندنا في مصر، زي الإمارات لما عملت التوقيع، والتوقيع ده تم في كوب 27. الإمارات بتتوسع برضو في الشمس والرياح كما قرأنا يعني. هي التعاقد اللي تم مع الامارات تم على 10 جيجا، وال10 جيجا دول ليهم هدفين معانا، ان احنا كان المخطط لينا قبل الكوب 27 ان احنا نوصل ل 42% سنه 2035. تواجد ال10 جيجا قبل 2035 هنوصل لل 42%، فده هيبقى انتاجيه زياده بالنسبه لنا، وخطوه استباقيه ان احنا نوصل للهدف اللي احنا كنا عايزين نوصله في 2035. ده بالاضافه ان بعض الدول اللي بتعمل، وده خلينا بقى نقلل استهلاك الغاز صح؟ هو حضرتك بالظبط كده، حضرتك في الموقف بتاعنا النهارده لو احنا استخدمنا 1.5 جيجا من الطاقه المتجدده بيوفر لنا كميه غاز. مصر بتدفع للمحطات الغاز 30,000 دولار، لو ال 30,000 دولار دول بالغاز بتاع كمية 30,000 دولار لو حطيناهم في بورصة أمريكا هيبقوا 90,000 دولار، لو حطيناهم وصدرناهم لأوروبا في خلال الست ساعات في اليوم في مكان 1.5 جيجا من الطاقة المتجددة هيعدي 5 مليون دولار. ليه؟ لأن الوحدة الحرارية في مصر بينباعها ب 3 دولار، في أمريكا بينباعها ب 9 دولار، في اوروبا حاليا نتيجه الازمه بتتباع ب 84 دولار. جميل. طب يعني المشروع ده هيبقى فيه مراحل، يعني مش طبعا تخش بال 10 جيجا مره واحده،
انا قصدي ان كل مرحله تخلص نقدر نستفيد بيها قبل 2030. طبعا هو هي تراكميه، بمعنى ان الجزء اللي بيشتغل بيدخل في الخدمه، وبالتوالي لحد خلال الست سنين ان شاء الله او سبع سنين من 24 ل 30 ان شاء الله هيكونوا تم، فبالتالي هيكون عندنا الانتاجيه المضافه للطاقه المتجدده دي بترفع مصر رفعه كبيره جدا في المنطقه وعلى مستوى العالم، وعلى الانتاجيه الطاقه الخضراء وعلى انتاجيه الهيدروجين بالاحرى، لان احنا محتاجين طاقه متجدده كتير جدا عشان نطلع الهيدروجين. طب انا في معلومه قراتها وحضرتك صحح لي، احنا حجم ما ننتجه من الطاقه المتجدده ما يزيدش عن 2 3 جيجا دلوقتي، صح؟ جيجا وات، ده حقيقي؟ لا، احنا عندنا في بنبان بس 1.65 جيجا، وعندنا 600 جيجا وعندنا 600 ميجا 650 ميجا من طاقه الرياح، ده بالاضافه الى محطات مستقله فيها محطات 1 ميجا و50 ميجا كتير جدا بما يعادل 1 جيجا، يعني الاجمالي بتاعنا كده هيبقى حوالي ادي 1 1 ونص، هتعدي ال 3 هتعدي ال 3 جيجا 3 وكسر. ما هو تقريبا بس دي نسبه بالنسبه للمنطقه، انا قريت ان دي اكبر نسبه في المنطقه لغايه دلوقتي. اكبر نسبه، لا ده كمان بالاضافه ان احنا عندنا محطه بتاعت جبل عتاب بتديني 2.4 جيجا، اوكي، بتضيف ال 2.4 جيجا على الثلاثة، يعني احنا بنوصل حوالي 6 جيجا. ماشي، دي اقدم واحده بتاعت جبل عتاب. جبل عتاب احدث واحده في على مستوى جمهوريه مصر، على مستوى الشرق الاوسط، والخمسه على مستوى العالم. اوكي، جميل جدا جدا جدا. طب احنا لو استمرنا بالشكل ده ممكن نكون مصدرين للطاقه المتجدده للمنطقه، وامكانيه الربط الكهربائي بقى والطاقه دي، لانه اوروبا عايزه الطاقه الخضراء دي وبالذات الهيدروجين الاخضر. هو هي دي مفيده لينا، لان اوروبا الشرط بتاعها انها تستورد مننا طاقه كهربائيه خضراء، مصادرها طاقه خضراء. طبعا الكهرباء اللي ماشيه جوه الكابل ما حدش يعرف اذا كانت طاقه تقليديه او طاقه متجدده، ولكن اللي هم بيشوفوا المصدر بتاع الكهرباء ده اصلا جاي منين. يعني اللي راكب على المحول اللي بيتحط على الكابل البحري اللي طالع على اوروبا لازم يعرفوا هو اصلا جاي منين، فلازم يكون طاقه متجدده. فتوفر الطاقه المتجدده بانواعها المختلفه اللي تديني البريوريتي ان انا اطلع الطاقه خلال ال 24 ساعه هيخلي ان احنا في مصدر ثقه لتصدير الطاقه المتجدده لاوروبا من الطاقه الخضراء. ده بالاضافه ان في كمان بيجهزوا لنصوص قانونيه ان المنتج اللي بيتباع لازم يكون مصدره اخضر علشان ياخد البريوريتي العاليه في البيع والسعر العالي، بمعنى ان اي منتج بيتعمل لازم تكون الكهرباء بتاعته اساسها يكون طاقه متجدده. فالمنتج اللي المصنع بيشتغل، لو الكهرباء بتاعت المصنع بتشتغل بطاقه متجدده يبقى المنتج بتاعه ده بياخد بريوريتي وسعر اعلى من المحطات الثانيه. هم بيعملوا كده علشان يشجعوا الناس تشتغل بالطاقه المتجدده وتبعد عن الطاقه الاحفوريه والفحم عشان تقلل من نسبه ثاني اكسيد الكربون. مفهوم. ميرسي جدا يا دكتور، بنشكرك شكرا جزيلا. الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، شكرا جزيلا.